في إطار عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 التي تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من كافة الأفرع الرئيسية بالتعاون الكامل مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية، قامت قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على كافة المحاور والمدن والقرى بشمال ووسط سيناء، حيث تمكنت حتى الآن من تحقيق النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 66 هدفاً تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة. القضاء على 16 عنصراً تكفيرياً واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة وسيارتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية. القبض على 4 أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات. ضبط 30 فرداً من المشتبه بهم. اكتشاف وإبطال مفعول 12 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات. تدمير 11 سيارة دفع رباعي خاصة العناصر الإرهابية و31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. اكتشاف وتدمير مركز إعلامي. اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر. فيما واصلت عناصر القوات البحرية تنفيذ مهامها المخططة وإبرار المجموعات القتالية لعناصر الوحدات الخاصة البحرية من حاملة المروحيات المسترال لتنفيذ أعمال التمشيط بمنطقة ساحل العريش، بالتزامن مع قيام عناصر حرس الحدود والشرطة بتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بالظهير الصحراوي في صعيد مصر وعلى الطرق والمدقات والضروب الجبلية على الاتجاهات الحدودية الجنوبية والغربية لإحباط أي محاولة لاختراق الحدود الدولية.